محتاجين نعمل مكالمة مهمة جدا، محتاجين بروتوكول تأمين عشان المكالمة دي حساسة جدا. تقدري تعملي كده امتى؟ هبدأ فيها على طول إن شاء الله، مش هاخد وقت. كويس. البقاء لله شد حيلك. حياتك الباقي. طيب أنا هستأذن عشان أبدأ شغل. اتفضلي. ايه الاخبار؟ تمام، هنعمل المكالمه النهارده ان شاء الله. احنا محتاجين نعرف معلومات اكتر عن العيال دي. صور مش كفايه، عايزين نعرف بيخططوا لايه ودخلوا مصر ولا لسه. حسين اسمع، احنا ما عندناش وقت. الصور اللي بعتها للثلاث عيال ما لناش عندنا اي داتا ليهم. عايزين اي حاجه توصلنا ليهم، اي حاجه. صدقتني